السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة حراء التعليمية. والنهاردة عندنا مراجعتنا مراجعة ليلة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وزي ما احنا متعودين بنبدأ مراجعتنا بقسم الجغرافيا. السؤال الأولاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. طبعا السؤال ممكن يجي لي أكمل، ممكن يجي لي اختر العبارات الآتية، او اختر العباره او الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. اول سؤال بيقول لي تستخدم الذره الشاميه في امريكا الشماليه في ايه؟ تستخدم طبعا بتستخدم الذره الشاميه في امريكا الشماليه كعلف للحيوان وبيصدر منها الباقي للخارج، واحنا طبعا عارفين هي الاولى في انتاجه. رقم 2 بيقول لي اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد اقليم نقط. خد بالك ان بيقول لي اكبر اقاليم صناعيه في العالم الجديد. طبعا اتكلمنا على 5 اقاليم صناعيه، وطبعا اكبر واحد فيهم هو كان اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. السؤال رقم 3 بيقول لي من اولى الدول المصدره للحديد نقط واولى الدول المنتجه نقط. خد بالك ان في فرق ما بين الدول المصدره للحديد وفي فرق من الدول المنتجه. فبيقول لي اولى الدول المنتجه للحديد هي دوله، طبعا اولى الدول اللي بتصدر الحديد موريتانيا، طبعا لانها الدوله ناميه لا ما عندهاش مقومات صناعه، وطبعا عندي الدول اللي بتنتج اللي هي الصين واليابان. رقم 4 بيقول لي من محاصيل الالياف وتتركز في زراعته في قاره اسيا. من محاصيل الالياف وتتركز زراعته في اسيا، طبعا ده محصول، طبعا ده كان عندنا محصول القطن اللي هو بيدخل في انتاج الخيوط والمنسوجات وانتاج زيت بذره القطن وصناعه الاعلاف. من اهم الدول الدول المصدره للاسماك نقط ونقط ونقط. عايز 3 دول يا مستر من اولى الدول المصدره للاسماك. طبعا انا عندي اولى الدول المنتجه والمصدره هي طبعا الصين. طب الصين هي الاولى في التصدير، يليها النرويج يليها تايلاند، ودي اهم الدول اللي بتصدر الاسماك لتوفر مقومات انتاج. رقم 6 بيقول لي الراعي التجاري يمارس في مناطق البراري بقاره نقط. الراعي التجاري يمارس في مناطق البراري بقاره، طبعا بقاره امريكا الشماليه، وده الراعي التجاري اللي بيرتبط ويتخصص في حيوان المرعى بهدف الانتاج الضخم. رقم 7 بيقول لي اهم الدول اسهاما في التجاره الدوليه للبترول والغاز الطبيعي دول نقط. طبعا الدول اللي بتسهم في التجاره الدوليه للبترول والغاز الطبيعي، طبعا عندي هي دول الخليج العربي لانها طبعا بتحتل الاولى في انتاج البترول والغاز الطبيعي. اولى الدول العربيه في توليد الطاقه الكهربائيه من الرياح. طبعا احنا عارفين ان انا بولد طاقه كهربائيه من الرياح. طبعا في دول بتحتل المركز الاول في الدول العربيه، يليها الاولى مصر ويليها المغرب. رقم 9 بيقول لي قصب السكر من المحاصيل نقط لانتاج السكر ويزرع في المناطق نقط. طبعا قصب السكر اولاد من المحاصيل طبعا الاساسيه لانتاج السكر، واكيد عرفنا من خلال اول درس خالص ان ده محصول بيزرع في المناطق طبعا المداريه الحاره، لذلك لا يزرع قصب السكر في قاره اوروبا لانها تقع في المنطقه المعتدله البارده. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب ما تشير اليه العباره. أول سؤال بيقول لي إقليم صناعي بيبدو في شكل مناطق متباعدة أهمها مركز الصناعة في إقليم. طبعا أنا عندي 5 أقاليم صناعية زي ما قلنا في البداية، كان عندي أكبر الأقاليم شمال شرق الولايات المتحدة، وده بيبدو في شكل مناطق متباعدة اللي هو كان روسيا وأوكرانيا، طبعا من أهم المراكز الصناعية اللي في إقليم الأورال وموسكو وما حولها. رقم 2 بيقول لي يستخرج من عصارة أشجار استوائية ويصنع منها إطارات السيارات. طبعا المحصول الوحيد اللي بيعتبر من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة ويستخرج من عصارة أشجار استوائية وبيصنع منه إطارات السيارات، طبعا هو محصول المطاط الطبيعي. سؤال بعد كده بيقول لي هيئة بتمثل الوحدة الاقتصادية الأوروبية أدت إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية، وده بتتبع لإقليم غرب ووسط أوروبا. طبعا دي هيئة الاتحاد الأوروبي اللي هي بتحميهم جمركيا. رقم 4 بيقول لي يدخل في صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية وتعد شيلي أهم الدول في إنتاجه. طبعا ده أهم المعادن وهو معدن النحاس اللي بيخش في صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية، وشيلي هي أولى الدول وأهم الدول في إنتاج معدن النحاس. عجبه يقول لي مصدر للطاقة بينتج عن تحلل كائنات عضوية، طبعا بيجي من تجمعات كبيرة غطتها رأس بروتين، ده بيبقى انتاج البترول، وطبعا الاولى في انتاجه هي دولة السعودية.
رقم 6 بيقول لي منتج حيواني، وتعد الهند اولى دول العالم انتاجا له، يليها الولايات المتحده الامريكيه. طبعا يا اولاد احنا عندنا يعني الانتاجات الحيوانيه تتراوح ما بين اللحوم الحمراء والالبان والصوف وكذلك جلود الحيوانات. السؤال هنا بيقول لي منتج حيواني تعد الهند اولى الدول العالم انتاجا له، يليها الولايات المتحده. طبعا هو منتج الالبان. بعد كده مصدر من مصادر الطاقة بيتميز بنظافته ورخص ثمنه وسهولة نقله. طبعا بدأ يدخل في الاستخدامات المنزلية وتوليد الكهرباء الحرارية ووقود للسيارات بدل البنزين. طبعا ده كان الغاز الطبيعي. تمانية بيقول لي تعتبر الغذاء الطبيعي لمعظم شعوب العالم ويصنع منه الخبز. طبعا هو الغذاء الرئيسي والمحصول الرئيسي ويصنع منه الخبز كمان والحلويات والمكرونة. طبعا هو محصول القمح. بما تفسر بيعتبر النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. طبعا ده بيرجع لأنه بيعد مصدر لغذاء الإنسان وبيرتبط به طبعا تربية الحيوانات ويوفر لي المواد الخام اللازمة للصناعة اللي هي المواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية. رقم 2 فيما تفسر بيقول لي يزرع قصب السكر في كل القارات ما عدا قارة أوروبا. طبعا أولاد عرفنا إن قارة أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة، وقصب السكر يحتاج إلى مناخ مداري ويزرع في المنطقة المدارية، لذلك قصب السكر لا يزرع في قارة أوروبا بينما يزرع في كل القارات عشان أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة، وقصب السكر بيحتاج إلى مناخ مداري حار. تعرف الزراعة التجارية والعلمية بنظام الزراعة الواسعة طبعا لأنها بتعتمد على الأساليب العلمية الحديثة واستخدام الآلات والميكنة الحديثة وبتتم في مزارع واسعة وتتخصص في زراعة محصول واحد بهدف الإنتاج التجاري الضخم. رقم 4 بيقول لي أهمية محصول القطن في العالم. طبعا أولاد محصول القطن من المحاصيل الهامة جدا وبنستخدمه في كذا حاجة. اول حاجه اهميته ان انتاج خيوط تستخدم في صناعه اجود الملابس والمنسوجات. مش بس كده، ده بيقول لي كمان مصدر لاستخراج زيت بذره القطن وصناعه الاعلاف. برضو ليه اهميه كمان ان انا ممكن اقدمه او اقدم الباقي من بذره القطن كعلف للحيوانات. يبقى هي دي اهميه محصول القطن، انتاجه خيوط تستخدم في صناعه اجود انواع الملابس وكذلك مصدر لاستخراج زيت بذره القطن وصناعه الاعلاف. طبعا أهمية الثروة الحيوانية في العالم. طبعا احنا بنربي الثروة الحيوانية زي الأبقار والجاموس والأغنام والخنازير طبعا ده بهدف إنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان بجانب الجلود والصوف وغيرها من الخامات. رقم 6 فيما تفسر أولاد بيقول لي أهمية البترول كمصدر للطاقة. ليه بيعد البترول من أهم مصادر الطاقة؟ طبعا رقم 1 لأنه يرتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. مش بس كده، ده بيقول لي كمان إنه ينتج منه العديد من المشتقات مثل البنزين والسولار. يبقى ليه البترول يعتبر أهم مصدر مصادر الطاقة؟ يبقى يرتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية بين الدول، بالإضافة إلى أنه ينتج منه العديد من المشتقات مثل البنزين والسولار. أهمية الغابات في نيجيريا. طبعا أنا عارف أن نيجيريا بيسود معظمها المناخ المداري وفي جنوبها المناخ الاستوائي، بيغطيها طبعا الغابات الاستوائية والغابات المدارية. طبعا أهميتها أنها بتغطي مساحة واسعة بتشغل ثلث مساحة نيجيريا إلى جانب أن هي مصدر للأخشاب. وطبعا الكثير من المحاصيل الاستوائية. تطور حرفة الصيد وتربية الأسماك. إيه اللي بيخلي حرفة الصيد كنشاط اقتصادي أولاد بتتطور من وقت للآخر؟ طبعا ده بالنسبة لبعض توافر المقاومات. طبعا حرفة الصيد أولاد بتنقسم مقاوماتها وسبل تطورها إلى مقاومات طبيعية. زي إيه المقاومات الطبيعية؟ قال يعني زي ضحالة المياه الساحلية، بالإضافة إلى التقاء التيارات البحرية الدافئة والباردة، بالإضافة إلى توافر المواني. دي بالنسبة للمقاومات الطبيعية اللي بتؤدي إلى تطور حرفة الصيد. طب تعال نشوف بقى المقاومات البشرية. قال لي رقم 1 توافر الخبرات الفنية والعلمية في تطوير صناعة المراكب وأدوات الصيد وكذلك الثلاجات. يبقى أنا عشان أطور حرفة الصيد عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية ضحالة المية والتقاء التيارات البحرية الدافئة وكذلك توافر المواني، بالإضافة إلى المقومات البشرية مثل توافر الخبرات الفنية والعلمية في تطوير صناعة المراكب وأدوات الصيد والثلاجات. والتوسع في تربية الأسماك على أسس علمية. دي برضو من ضمن يعني السبل اللي بتؤدي إلى تطور حرفة الصيد الأسماك. تربية الأسماك وصيدها.
بعد كده بيعد اقتصاد نيجيريا اقتصادا ناميا. انا عارف ان نيجيريا هي احدى دول قاره افريقيا، وطبعا هي اقتصادها اقتصادا ناميا طبعا لانها بتعتمد على الانتاج الزراعي في المقام الاول، والصناعه عندها هي غير متطوره. رقم 11 بيقول لي تطور الصناعه في الدول المتقدمه تطورا مذهلا. ايه اللي خلى الصناعه في الدول المتقدمه تتطور تطور مذهلا؟ طبعا لانها تاخذ بالاساليب العلميه الحديثه او بتعتمد على الاساليب العلميه الحديثه، بالاضافه الى تطبيق التجارب والابحاث العلميه، كذلك تطوير وتحديث المنتجات الصناعيه بشكل مستمر. هم دول الثلاث اسباب اللي خلوا الصناعه في الدول المتقدمه تتطور تطورا مذهلا. كده ما النتائج المترتبة على صغر مساحة الحقول الزراعية في نطاق الزراعة الكثيفة. طبعا ده هيؤدي إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية، ودي الزراعة اللي بتتم في مساحات ضيقة بهدف سد حاجة السكان المحليين فقط. رقم 2 في من النتائج بيقول لي توافر الحشائش في الصين. ايه النتائج اللي ترتبط على توافر الحشائش في الصين؟ طبعا ده هيجعلها او يؤدي الى جعل منها اكبر دول العالم في تربية الاغنام وفي انتاج اللحوم. طالما عندهم توافر حشائش، الحشائش دي هستخدمها في تربية الاغنام وكذلك انتاج اللحوم. الوحدة الاقتصادية الأوروبية دي طبعا بتتبع إلى إقليم غرب وسط أوروبا، ده أدى إلى التكامل في كل الجوانب الاقتصادية وحمايتها جمركيا من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي. رقم 4 من النتائج بيقول توفر مقومات الصناعة في شمال شرق الولايات المتحدة الأوروبية. طبعا توفر مقومات الصناعية في شمال شرق الولايات المتحدة الأوروبية اللي جعله أكبر أقاليم، طبعا هو شمال شرق اللي هو امريكا الشماليه، ده جعله اكبر الاقاليم الصناعيه بالعالم الجديد اللي هو اقليم شمال شرق الولايات المتحده. ماذا يحدث اذا لم يتركز انتاج البترول في دول الخليج؟ طبعا احنا عارفين ان دول الخليج هي الاولى في انتاج البترول. طبعا لو ما كانش عندها انتاج البترول لم تحتل المركز الاول او لم تصبح من مراكز الصناعه الحديثه، ويقل طبعا بها الدخل القومي لان هذا اساس الدخل القومي لها. ماذا يحدث اذا توفرت مصادر الطاقه لدى الدول المنتجه للبوكسايت؟ طبعا اولاد احنا عارفين ان البوكسايت ده معدن او خام بيتم تحويله عن طريق مجموعه من المقاومات الى معدن اسمه معدن الالومنيوم. في بعض الدول الناميه التي تمتلك معدن البوكسايت بتقوم بتصديره خام للدول الناميه، هي اللي بتصنع منه معدن الالومنيوم. طب ايه اللي هيحصل بقى لو الدول دي توفرت عندها الطاقه والمقاومات اللازمه لانتاج البوكسايت؟ قال لها مستر هتقوم بتصنيع الالومنيوم بدلا من تصدير البوكسايت كماده خام. اثبت بالادله الجغرافيه. طبعا بيقول لي هنا توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي. الدليل طبعا ان هنا بقى ان الغاز الطبيعي بيدخل في العديد من الاستخدامات زي الاستخدامات المنزليه، وقود للسيارات بدل للبنزين، في توليد الكهرباء الحراريه، وبقى احد مصادر الطاقه في الصناعه على نطاق واسع، بيشكل حوالي 25% من الطاقه المستخدمه. بعد كده بيقول لي هناك عمليات تسبق عمليه التعدين. ايه العمليات يا اولاد اللي بتسبق عمليه التعدين وايه الدليل على كده؟ قال لي طبعا ان في عمليات بحث وكشف عن الخامات. رقم 2 كمان اعداد المنجم لعمليه التعدين. معظم الدول المنتجة للألمونيوم ليست هي المنتجة للبوكسيت طبعا، لأن الدول اللي بتنتج ألمونيوم هي بتستورد البوكسيت كمادة خام وتقوم بتصنيعه إلى ألمونيوم نظرا لتوافر المقومات بتاعت صناعته، وهي الطاقة الكهربائية والخبرات العلمية والفنية والأسواق الداخلية والخارجية التي تستوعب الإنتاج. تعال مع بعض سنة ثالثة بقى نشوف القسم الآخر وهو مراجعة التاريخ. أول سؤال في التاريخ بيقول لي أكمل العبارات الآتية. رقم 1 من نتائج حرب أكتوبر عام 1973 تحطيم أسطوري. طبعا ده ممكن يضم يعني يضم من ضمن الحاجات اللي احنا تعلمناها من حرب أكتوبر، وهي تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. من خطوات تهيئة الجبهة الداخلية إصدار طبعا الدستور الدائم 1971. عرفنا إن هنا رئيس السادات اتخذ عدة إجراءات على الجبهة الداخلية، وهي إصدار الدستور الدائم 71 وإلغاء الرقابة من على الصحف وتجهيز الجيش وتدريبه بأحدث وتزويده بأحدث الأسلحة. رقم 4 بيقول ساهمت مصر في تشكيل حركة عدم نقط وشاركت في مؤتمر نقط. طبعا أولاد مصر شاركت بفاعلية وإيجابية في تشكيل حركة اسمها حركة عدم الانحياز، صح، أو الحياد الإيجابي برضو صح، الاتنين مظبوطين. وكمان شاركت في مؤتمر اسمه مؤتمر باندونج اللي اتعمل في أندونيسيا كان عام 1955.
طبعا خط هو خط الدفاع الاسرائيلي في الجولان. احنا عرفنا ان اسرائيل اقامت عده خطوط منيعه على الجبهتين المصريه والسوريه. طبعا كان على الجبهه السوريه هو خط الوان نظيرا الى جانب على الجبهه المصريه هو خط بارليف. رقم 6 بيقول لي اعطى الرئيس نقط اشاره بدء حرب اكتوبر. طبعا ده سؤال سهل جدا. اعطى الرئيس طبعا الراحل محمد انور السادات هو اللي اعطى اشاره بدء حرب اكتوبر. وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. طبعا معاهدة السلام كانت عام 1979 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. 8 بيقول لي بعد حادث 4 فبراير عام 1942 تشكلت حكومة برئاسة. طبعا احنا فاكرين الحادث دوت ده يعتبر من النتائج المترتبة عليه ان الحكومة الإنجليزية كانت بتضغط على الملك فاروق في تعيين مصطفى النحاس كوزير او رئيس للحكومة وضغطت عليه وعملت حادث 4 فبراير عندما حاصرت الدبابات الإنجليزية قصر الملك فاروق وأجبرته على تعيين مصطفى باشا النحاس رئيسا للوزارة. تحتفل مصر يوم 18 يونيو كل عام طبعا ده بذكرى جلاء الاحتلال. طبعا بعد عقد اتفاقية الجلاء 54 وتم رحيل الاحتلال تماما 18 يونيو 1956 بعد احتلال دام 74 عام. السؤال بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال رقم 1 بيقول لي أصدرت الأمم المتحدة عام 1947 قرارا بنقط. طبعا القرار اللي أصدرته هيئة الأمم المتحدة عام 47 طبعا هو كان قرار تقسيم فلسطين لمنطقة عربية ومنطقة إسرائيلية ومنطقة دولية تحت إدارة الأمم المتحدة وكانت القدس. طبعا اول وحده تحققت بين مصر وسوريا فبراير عام 1958 وقلنا الوحده دي كانت من انجازات ثوره يوليو في المجال العربي. السؤال بقى رقم 3 بيقول لي اشترك في العدوان الثلاثي عام 1956 طبعا هي دوله انجلترا. احنا عارفين ان في ثلاث دول كانت فرنسا وكانت اسرائيل وكانت انجلترا هم دول الثلاث دول اللي شنوا على مصر ما يعرف باسم العدوان الثلاثي اللي تم في عام 1956. كان بيقول من اهم انجازات الثوره في المجال الاجتماعي. احنا عرفنا ان الثوره كان ليها انجازات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعربي والدولي. طبعا كان في المجال الاجتماعي ان هي اصبحت تعليم مجاني في كل مراحله حتى الجامعي. رقم 5 اصدر مجلس الامن قرار رقم نقط بوقف الاعمال الحربيه 23 اكتوبر عام 1973. خلي بالك ان احنا عندي رقمين مهمين جدا قرار رقم 242 وقرار رقم 338. طبعا قرار رقم 242 كان من اهم القرارات اللي اتخذها مجلس الامن بعد عدوان 67 طبعا عشان يوقف الحرب ديت وعشان يدعو اسرائيل لاعادة الاراضي المحتلة وعشان يجعل الحرية الملاحة في الممرات الدولية واقامة مناطق منزوعة السلاح بين الطرفين. ده بالنسبة لقرار رقم 242. اما اولاد بالرقم القرار اللي اصدرته الامم المتحدة في 23 اكتوبر 73 لو تاخد بالك بالتاريخ ده بعد حرب اكتوبر تقريبا ب 18 يوم ده كان رقم 338 الذي يلزم الطرفان بوقف الاعمال الحربية. بما تفسر بيقول لي اندلاع حرب اكتوبر 73 طبعا كان من اسباب اندلاع حرب اكتوبر ان هنا اسرائيل كانت رافضه كل نداءات التفاوض السلمي باعاده كل الاراضي المحتله الى جانب ان هنا استرداد سيناء وهضبه الجولان ورغبه مصر وسوريا في ازاله اثار النكسه. رقم 2 بيقول لي هزيمه العرب في حرب فلسطين عام 1948. طبعا حرب فلسطين 48 دي حرب شنت بعد تقسيم او مشروع تقسيم فلسطين وبدا اليهود في عمل ابشع المجازر ضد الفلسطينيين العرب من اشهرها طبعا مذبحه دير ياسين. فدخل العرب لانقاذ الفلسطينيين من بطش اليهود. قال له مستر طب الحرب دي كان ايه من نتائجها؟ طبعا نتائج حرب فلسطين 48 اولاد ان العرب هزموا في حرب فلسطين 48. طب ايه الاسباب؟ قال لي رقم 1 بسبب صفقات الاسلحه الفاسده اللي كان بيحارب بيها الجيش العربي الى جانب المؤامرات والخيانه دي هي اسباب هزيمه العرب في فلسطين 48. تاسيس جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الاحرار. احنا عرفنا ان هنا جمال عبد الناصر هو مؤسس تنظيم الضباط الاحرار وده بيرجع بسبب سوء اوضاع البلاد الاقتصاديه واستمرار الاحتلال البريطاني الى جانب ان هنا ايمانهم باقامه ثوره تقضي على الفساد خاصه فساد النظام الملكي.
بعد كده فيما تفسر رقم 4 بيقول لي فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. طبعا قلت لك من شويه ان الثلاث دول قاموا بشن عدوان ثلاثي على مصر، هي اسرائيل وفرنسا وانجلترا، ولكن العدوان دوت فشل على مصر. طب ليه؟ بما تفسر؟ قال لي رقم 1 طبعا مقاومه الجيش والشعب وصلابه القياده، رقم 2 كان وقوف الشعوب العربيه والدول العربيه بجانب مصر، رقم 3 تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان، كذلك رفض الولايات المتحده استخدام القوه في حل المنازعات. هم دول الاربع اسباب اللي كان سبب في فشل العدوان الثلاثي على مصر، طبعا بالاضافه الى السبب الخامس تنديد الامم المتحده بالعدوان. هم دول الخمس اسباب اللي قدام حضرتك اللي كانوا سبب في فشل العدوان الثلاثي على مصر. بيقول لي بيعتبر يوم 19 اكتوبر 54 يوم مهما طبعا، لان ده اليوم اللي عقدت فيه اتفاقيه الجلاء مع مصر وبريطانيا على ان يتم الجلاء خلال 20 شهر. رقم 6 بيقول لي لم تؤدي معاهده 1936 الى الاستقلال الحقيقي. طيب ايه اللي ما خلاش معاهده 36 اللي مصر مضتها مع انجلترا ان مصر تحصل على استقلالها الحقيقي؟ طبعا ده بسبب ان قيام بريطانيا في 4 فبراير عام 1942 باجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس في الحكومه. طبعا ده زي ما قلت لك من شويه لما الحكومه الانجليزيه يعني اجبرت الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس يبقى هو رئيس الحكومه، طبعا دوت ينافي جدا معاهدات ونصوص معاهده 36. أكاد من تنسب الأعمال الآتية، طبعا أول من وعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم هي طبعا بلفور، وقلنا ده صدر عام 1917 وهو تتعهد في الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود. رقم 2 بيقول لي أول رئيس للجمهورية عام 1953، طبعا أولاد السؤال بيتكلم على جمهورية مصر العربية، مين هو أول رئيس اللي تم تعيينه عام 1953؟ طبعا هو اللواء محمد نجيب أقدم الضباط الأحرار. الرئيس الامريكي الذي دعا الى مؤتمر كامب ديفيد هو كان الرئيس كارتر، حيث دعا السادات وبيجن لعقد اجتماع في كامب ديفيد وتم التوصل فيه الى عقد اتفاقيه السلام. 4 بيقول لي قائل عباره ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، طبعا اولاد اللي قال العباره ديت هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو اللي قال ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. رئيس وزراء اسرائيل الذي حضر مؤتمر كامب ديفيد هو كان مناحم بيجن. تعالى مع بعض بقى اولاد نشوف نموذج كده لامتحان زي الامتحان اللي هيجي لنا ان شاء الله في اخر السنه. اول سؤال زي ما احنا متعودين ان هو بيبدا طبعا بالجغرافيا، واول سؤال في الجغرافيا بيكون مختص بالخريطه. طبعا هنا بيقول لي امامك خريطه صماء لدوله نيجيريا، اكتب مدلول الارقام الموقعه عليها. رقم 1 بيقول لي خليج، تعالى كده نبص على خليج، بص رقم 1 فين على الخريطه؟ طبعا ده خليج غينيا. طيب العاصمة الاقتصادية للبلاد طبعا هي مدينة لاجوس، وقلنا دي أقدم البلاد، وطبعا رقم 2 على الخريطة هي مدينة لاجوس، وقلنا هي العاصمة الاقتصادية وعاصمة البلاد القديمة وأكبر مدن نيجيريا سكانا. رقم 3 أولاد بيقول لي هضبة، هي هضبة تقريبا واحدة اللي عندنا في دولة نيجيريا، وهي هضبة جوس اللي بتوجد في وسط دولة نيجيريا. بعد كده عندي دولة بتحد نيجيريا من جهة الشمال اللي هي رقم 4 هي دولة النيجر. بعد كده بيقول لي سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 تتعدد مراكز الصناعات الحديثة بجنوب شرق آسيا ومنها دولة نقط. طبعا أولاد دي من ضمن المراكز الصناعية الحديثة والمتفرقة اللي مش مجمعة في مكان واحد. طبعا عندي جنوب شرق آسيا، حتى لو أنا مش عارف المعلومة من الدول اللي قدامي بيقول لي أثيوبيا ولا ماليزيا ولا السودان ولا النيجر، طبعا هي ماليزيا هي الإجابة الصحيحة اللي بتقع في جنوب شرق آسيا وتعتبر من أهم المراكز الصناعية الحديثة. بعد كده عندي بيقول لي الزراعه التي تهدف الى الانتاج التجاري الضخم، انا عرفت ان انا كان عندي زراعه بدائيه وزراعه متقدمه. طبعا الزراعه التي تهدف الى الانتاج التجاري الضخم هي الزراعه التجاريه العلميه التي تتم في مزارع واسعه. رقم 3 بيقول لي تعد اولى دول العالم انتاجا للبترول، طبعا اولى دول العالم انتاجا للبترول هي دوله السعوديه. اولى دول العالم انتاجا لقصب السكر، احنا عارفين ان قصب السكر بيزرع في كل القارات ما عدا اوروبا، وطبعا الدوله التي تحتل المركز الاول في انتاجه هي دوله البرازيل بامريكا الجنوبيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي صوب ما تحته خط. رقم 1 بيقول لي يستخدم الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء المائيه، طبعا العباره خاطئه والطاقه الكهربائيه المائيه دي غلط، ان اي مصدر من مصادر الطاقه بيستخدم في انتاج الطاقه الكهربائيه الحراريه مش المائيه.
لكن السؤال التاني بيقول لي يعد البوكسايت الخام الرئيسي لمعدن النحاس. طبعا غلط، هو الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم. رقم 3 بيقول لي الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. طبعا هو القمح، هو ده الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. فبيقول لي اكتب ما تشير اليه العباره الاتيه: عندي محصول بيستخرج من عصاره اشجار استوائيه تصنع منه اطارات السيارات، ده طبعا المطاط الطبيعي الذي تحتل دوله تايلاند الاولى في انتاجه. رقم 2 بيقول لي عمليه استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن القشره الارضيه، ايه اسم العمليه دي؟ طبعا العمليه دي اسمها عمليه التعدين. من المحاصيل المدارية المهمة لإنتاج الخيوط والمنسوجات وإنتاج زيت بذرة القطن وصناعة الأعلاف، طبعا ده كان محصول القطن. خش على كده التاريخ، بيقول لي اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام كل عبارة. رقم 1 أصدرت ألمانيا وعد بولفر عام 1917 لإنشاء وطن لليهود في فلسطين، طبعا أولاد العبارة خاطئة. لو قال لي صواب طبعا مش ألمانيا اللي أصدرت، هي طبعا كانت إنجلترا اللي أصدرت وعد بلفور، وبلفور أصلا هو كان رئيس الوزراء الإنجليزي. قبلت مصر قرار مجلس الأمن 242 وامتنعت إسرائيل عن تنفيذه، طبعا العبارة صحيحة. رقم 3 أذاع جمال عبد الناصر البيان الأول لثورة 23 يوليو عام 1952، طبعا العبارة خطأ عشان اللي ذاع البيان هو الرئيس الراحل محمد أنور سادات على لسان الرئيس محمد نجيب. يطلق على دستور 1956 الدستور الدائم، طبعا هنا الإجابة خطأ لأن الدستور الدائم هو عام 1971. رقم 5 بيقول لي أعلنت مصر خوفها بجانب سوريا بعد التهديدات الإسرائيلية عام 1967، طبعا العبارة صواب. رحلت القوات البريطانية عن مصر بموجب تطبيق معاهدة 36، طبعا غلط لأنها رحلت بموجب اتفاقية الجلاء عام 1954. بعد كده بيقول لي بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو عام 1952. تعال مع بعض يا اولاد، عندي 6 اسباب هم دول اللي كانوا سبب في قيام ثورة 23 يوليو. رقم 1 بيقول لي استمرار الاحتلال البريطاني. رقم 2 فساد النظام الملكي. رقم 3 هزيمة مصر في حرب فلسطين سنة 1948 بالطبع. رقم 4 تدهور الأوضاع الاقتصادية. رقم 5 تدهور الأوضاع الاجتماعية. رقم 6 غياب العدالة الاجتماعية. خد بالك ان كل واحد من الستة دول عليه سؤال بما تفسر، يعني كل واحد من الستة دول اولاد، يعني خدنا من شوية هزيمة مصر في حرب فلسطين 48، خدنا من ممكن اقول لك بما تفسر فساد النظام الملكي، فكل سبب من الست اسباب دول ممكن احط عليهم سؤال بما تفسر. سؤال تاني بيقول لي فشل العدوان الثلاثي، عرفنا احنا العدوان الثلاثي جاب الاشتراك بين انجلترا وفرنسا واسرائيل، طبعا هو فشل لعده اسباب، ان هنا وقف الشعب المصري بجانب القيادات العسكريه، الى جانب ان هنا الدول العربيه كلها وقفت بجانب مصر وتهديدا الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري، الى جانب ان هنا الولايات المتحده الامريكيه طبعا رفضت استخدام القوه لفض النزاع وتنديد الامم المتحده بالعدوان. رقم 3 بما تفسر بيقول لي تدهور الاحوال الاقتصاديه في مصر قبل ثوره 25 يناير 2011. ايه الاسباب اللي ادت الى تدهور الحاله الاقتصاديه في مصر قبل ثوره 25 يناير 2011؟ بيقول لي بسبب تطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط. وكمان بيقول لي التطبيق غير السليم بسياسة الخصخصة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة وكذلك زيادة معاناة الشعب المصري. كان السؤال الرابع بيقول لي لمن تنسب الأعمال الآتية: تولى القيادة العامة الموحدة للقوات المصرية السورية في حرب أكتوبر، ده كان المشير أحمد إسماعيل، وقلنا ده كان أحد القيادات العسكرية اللي كان ليهم دور كبير جدا في تحقيق نصر أكتوبر، وكان عندي برضو الفريق سعد الدين الشاذلي، وكان عندي الفريق محمد عبد الغني الجمصي. رقم 2 بيقول لي انشأ مجلس شورى النواب في ديسمبر عام 1866، طبعا اولاد ده الخديوي اسماعيل اللي بيعتبر عصره عصر بدايه الحياه النيابيه في مصر، وهو اللي قام بانشاء مجلس شورى النواب. كانت اول وزيره للشؤون الاجتماعيه 1962 كانت حكمه ابو زيد، وطبعا انا عندي وزيره ثانيه عينها السادات عام 1971 هي كانت الدكتوره عائشه راتب. ما النتائج المترتبة على رقم 1 حرب السادس من أكتوبر عام 1973؟ تعال نشوف مع بعض إيه النتائج اللي ارتبط على حرب السادس من أكتوبر. قال لي مستر طبعا 6 أو 5 يعني نتائج. رقم 1 بيقول لي القضاء على نظرية الأمن الإسرائيلية، وكمان هدم أسس العقيدة القتالية لإسرائيل، كمان أولاد بيقول لي إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم اللي كانت بين مصر وإسرائيل، وكمان من النتائج بتاعت حرب اكتوبر اثرت في العلاقات بين اسرائيل والدول المحبه للسلام،
5 أظهرت أهمية سلاح النفط العربي. 6 نقطة تحول للصراع العربي الإسرائيلي. دي كلها كانت أسباب أو نتائج حرب 6 أكتوبر عام 1973. فكان بيقول لي قرار التحكيم الدولي سبتمبر 1988. طبعا احنا عرفنا اننا حصل خلاف حول قضية طابة فوضعوها امام محكمة العدل الدولية التي اصدرت حكمها لصالح مصر. وبموجب الحكم دوت استعادت مصر طابة اخر جزء من اراضيها في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ورفع عليها العلم المصري. نتمنى لكم جماعة طبعا كل التوفيق وان شاء الله بالتفوق والدرجات النهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.